تصريحات نيتية في وقت الأخير، رغم كل اصطدامات التكتيك تصاحبا بمشجعين. والآخرة المتعددة المباراة تنتهي بالتعادل السلبي قبل نقطة لكل فريق لكن فوزا المرة الثانية. بعد أن لعب ركلات الترجيح مرتين في مباراتين متتاليتين، كان هو الفريق التونسي. I love to see.
Ein Abwehrspieler von Esperance und auch heute wieder Kapitän Jordan Ibe.